امبارح قلت لكم لو تفتكروا يعني ان حسين الشحات قبل ما تشوفوا الفيديوهات بتاعه النهارده والحكايات بتاعه النهارده وكل اللي انتوا شفتوه، قلت حسين الشحات لابد ان يشكر جدا ويقدر كثيرا من جماهير النادي الاهلي، عشان الراجل لا طلع سوق ولا سرب ولا انا عندي عروض ولا انا عندي خمس اضعاف. وبالمناسبه هو كان عنده عروض خليجيه بارقام ابعد كثيرا من الارقام اللي خدها او هياخدها من النادي الاهلي، ولا عمل مشكله ولا عمل ازمه، والاخر ثانيه بيلعب بجديه شديده جدا وعقده خلصان. يعني لو يروح لاي نادي ساعتها حتى على الاقل احنا كاعلاميين ما كناش هنلوم، هنقول له عقدك خلصان. طبعا جمهور النادي الاهلي كان هيزعل وهيتضايق و بس هو الراجل مش هيكون عمل حاجه غلط، ما اخترقش التعاقد بتاعه. فحسين الشحات عمل موقف، لسه كنت بقول لك من ثواني ايه، في لعيبه نوادر جدا دلوقتي اللي بتشتغل على حته الانتماء دي، نوادر جدا، واحد من ألف. فيبدو كده ان حسين الشحات كان الواحد اللي من ألف دوت على الاقل في الموسم ده، وجدد للنادي الاهلي امبارح، والنهارده ادى للاهلي هديه التجديد بهدف الفوز والصعود لدور ال 16 في كاس مصر. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات. يا كابتن محمد مشرفني ومنورني. يا الفل حبيبي، ربنا يخليك يا رب، شكرا على التقديمه الحلوه الجميله دي. انا عارف ان انت كمان عملت مجهود عظيم جدا ومجهود كبير جدا يعني. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. طيب انا عايزك اول حاجه تقول لي الناس اللي شككت ان حسين الشحات هيوقع، ان حسين الشحات هيكمل مع النادي الاهلي، وانا كنت عارف من الكواليس ان انت وحسين كنتوا شغالين بشكل كبير جدا ان انتوا مكملين مع النادي الاهلي، ان الرغبه الاولى كانت التجديد للنادي الاهلي. قول لي بقى كواليس الساعات او الايام الاخيره. مفيش اي شك خالص ان انا زميل النادي الاهلي وامشي. دي اول حاجه كده. انا كنت قلت هي قبل الحوار كله ان هي كان في نهائي بتاع افريقيا، تمام، قبل النهائي الامير كلمني، تمام، فانا قلت له ان شاء الله هنقعد نخلص كل حاجه باذن الله بعد نهائي افريقيا على طول، تمام كده. الفرقه طبعا كانت مركزه وحاطين مراكز زي ما انت شايف، مش هينفع اتكلم في حاجه عموما قبل الماتش. صح. بعدين كل الحكايه كلها حكينا اول ما رجع، طبعا خلصت النهائي حساب على المنتخب، تمام؟ خلصت المنتخب بعدين رجع، كابتن سيد كلمني، تمام؟ قعدت مع الكابتن سيد. ما كملتش نص ساعه معاه، ولا في شروط ولا في اي حاجه خالص، قعدت مع الكابتن سيد اتفقنا واحد اثنين ثلاثه، مين الاثنين يا كابتن؟ تعالى بكره بقى امضي العقود، حاضر. السلام عليكم، وعليكم السلام. بس كده؟ بس كده. لا محمد، انا عارف ان انت امين، يعني اقصد ايه، احنا بقالنا شهور نتحدث ان حسين الشحات هيجدد، ما جددش، لا لسه هيجدد. كل الموضوع خلص بالبساطه دي؟ والله خلص بالبساطه، بقول لك والله هي قاعده واحده مع الكابتن سعيد. الموضوع كله طيب احنا ليه قبل كده، يعني ليه قبل كده بكلمك على الشهور اللي فاتت الامور اتاخرت، يعني تتكلم احنا خلاص احنا الراجل عقده خلص حرفيا يعني، ليه استنيته لحد ما عقده يخلص وبدا التجديد يحصل؟ ايام يعني كان النادي مشغول زي ما انت فاهم، كان في كاس عالم، تمام، ضغط ماتشات كتير، دخلت على طول في الترجي، في الرجاء، كان في ضغط ماتشات كتير، تمام، كان النادي زي ما انت عارف، تمام، فهو والله اول فرصه جت نقعد قعدنا، انما ما كانش فيها حاجه يعني خالص يعني. ما كانش فيه زي ما قلت لك، ولا في شروط ولا في اي حاجه خالص، حتى كلام كتير طلع حسين ماشي، حسين بيتشرط، حسين بيقول، حسين ولا اي حاجه خالص. ابرز الاشاعات اللي اتقالت خلال هذه الفتره زي ما بيسموها كده فتره الريبه، او فتره ان ما حدش عارف ايه اللي هيحصل، انه حسين الشحات في مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، هل الكلام ده حصل من قريب او من بعيد؟ يعني من بعيد، حد من بعيد كلمني. حد من بعيد كلمك انه يروح الزمالك؟ بس انا المبدا واحد من البدايه، انا عندي مبدا واحد محدده من ايام مصر المقاصد، النادي الاهلي يا اما اكمل في المقاصد، لما جه العين قلت اطلع عاره، تمام كده. اما العين اشتراني نفس الموضوع، اما جه يكلموني كان ردي واضح وصريح، النادي الاهلي اما اكمل زي ما انا في نادي العين. جه النادي الاهلي اول ما كلمني بالكلمه واحده من غير وعود من غير اي حاجه، النادي الاهلي عاوزني، انا الاثنين رجعت على مصر، خلصت كل حاجه، خلصت مع نادي العين. الحمد لله بقى لنا 4 سنين مع النادي، الحمد لله 4 نهائي الحمد لله، خدنا منهم 3 ان شاء الله مكملين 4 و5 و6 ونكمل مدى الحياه ان شاء الله. طيب انا يا محمد معلش، لما الزمالك اتكلموا معاك من بعيد حطوا لك ارقام ولا بس احنا عايزين حسين الشحات؟ هو الكلام كله فاهم، عايزين حسين، تمام، طب الارقام، طب الفلوس، طب كده، قلت
قلت لهم المبدا مرفوض من البدايه، كان بس كنا مين معاك، المبدا مرفوض من البدايه. مش قلت له انا راجل اهلاوي. هجادلك ايه او اتكلم معاك ايه؟ فقفلتها. طيب الموضوع اللي كنا بنسمعه برضو كتير انه الراجل كان عنده عروض خليجيه كثيره، ده حقيقي؟ حقيقي والله، من ثلاث دول كمان. من ثلاث دول؟ من ثلاث دول، منهم الدوري السعودي. منهم الدوري السعودي. وطبعا يا محمد عشان انا قلت الكلام دوت ويعني اكدوا لي عشان ما يطلعش شكلي وحش قدام المشاهدين، يعني انه الارقام اضعاف الارقام اللي كان او الارقام اللي اكيد هياخدها في النادي الاهلي. بعيده جدا والله، الارقام بعيده جدا خالص. بعيده جدا. بس من البدايه انا كنت في العين، لو كنت عايز ارقام او كنت عايز كنت كملت في العين. ده كلام حسين. خلاص انا رجعت بقى النادي الاهلي، خلاص همشي تاني ليه؟ انا كنت صريح معاهم في النادي. انا مش همشي من النادي الاهلي لما انت تقول لي غير كده، انا مكمل معاك. حسين الشحات قال للنادي الاهلي انا مش همشي من النادي الاهلي الا لو الاهلي قال لي امشي. غير كده انا مكمل معاك. عظيم. والحاجات بقى والخلافات اللي كانت في العقود او مش خلافات، المناقشات ولا الطبيعيه. ولا اي خلافات ولا اي شروط ولا اي حاجه خالص والله. انت دلوقتي انت قفلت لي كل حاجه، احنا كان في كميه تسريبات وانه حسين كان متضايق من شروط مش عارف ايه والمشاركات والكلام ده كله. انا كابتن سيد كلمني جايبني من البيت، قعدت معاه ساعه الا ربع بالظبط، كل حاجه كانت خلصانه. قعدنا ندردش شويه في حاجات قديمه. تقريبا تفاصيل العقد كلها ما خليته 10 دقائق. 10 دقائق. طيب محمد فرصة وانت معايا بقى اسالك على حاجه مهمه جدا. حسين منذ انضمامه للنادي الاهلي انت عارف كثير من الضغوط حصلت عليه من اول موسم لعب فيه مع النادي الاهلي، وجايب رقم عامل ازاي والفلوس كتير وعايزين من حسين الشحات يطلع نار من بقه والكلام ده كله، وفضل يتعرض للضغوط دي وبدا يحصل صعود وهبوط في المستوى. يعني كتير حسين الشحات كان بيدي مستوى رائع جدا وساعات كان مستوى يقل شويه. الموسم ده رغم كل الضغوط دي حسين الشحات هو واحد من افضل لاعبي النادي الاهلي، لم يكن افضلهم هذا الموسم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان انت بتكون كويس او انت بتكون وحش او انت بتكون في يومك او مش في يومك. ان انت دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الاول. وهو حسين عمل نادي ناس على نفسه كتير جدا جدا، يعني هو كان واخد تحدي مع نفسه. والله مش موضوع بقى تجديد او موضوع ان انا جاي لي نادي بره او لا، هو كل حاجه انه حسين يتحدى حسين. حسين يتحدى حسين بس اكتر. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله يبقى هو حسين النادي كده يبني عليها ان شاء الله ويكمل زي ما هو. ان شاء الله ان شاء الله. محمد الشحات شقيق وكيل اللاعب حسين الشحات، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهني حسين الشحات بالاستمرار طبعا في النادي الاهلي، وبهني الاهلي كمان ببقاء حسين الشحات لاعب مميز ولاعب رائع، وزي ما قلت كده منذ لحظات هو واحد من افضل لاعبي النادي الاهلي لم يكن افضلهم هذا الموسم، وتحول عظيم لحسين الشحات بصراحه هذا الموسم، وفي رايي بجانب تحدي زي ما قال محمد الشحات وكيله، بجانب التحدي اللي تحدى فيه حسين نفسه كمان مدرب عارف امكانيات حسين وعارف يستغلها بشكل رائع جدا مارسيل كولر، احقاقا للحق يعني.